السلام الله عليكم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من برنامجكم مصر في أسبوع. هذه الحلقة خاصة بضيفها الكريم، خاصة بالمحاور التي نتناقش حولها في هذا اللقاء. نتحدث عن الوزارة الجديدة، نتحدث عن أكبر موازنة في تاريخ مصر، وطبعا لابد أن نتحدث عن الإصلاح الاقتصادي وأثر كل هذه المحاور على المواطن المصري البسيط. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفي الكريم معالي الوزير الدكتور محمد معيط وزير المالية. أهلا بك سيادة الوزير. أهلا بحضرتك ومبروك الوزارة لحضرتك سيادة الوزير إضافة إن شاء الله. بداية وزير جديد ولكنه من نفس البيت، مش جديد على وزارة المالية، أبرز الملفات المطروحة قدام حضرتك. في ملفات كتيرة قوي، استكمال الإصلاح الاقتصادي، دفع عجلة التنمية والاقتصاد، عاوزين ان احنا نزود ايرادات الدولة ونسيطر على الدين، عاوزين ان احنا نساعد بيئة الاعمال انها تنمو بمعدل اسرع، عاوزين نشوف ايه اللي ممكن نعمله بحيث نبقى جاذبين للاستثمار، هنشوف الجمارك، هنشوف الضرائب. انا بستكمل اللي بدأه مع الوزير عمرو الجرحي، انا كنت نائب له وكنت احد افراد فريق العمل. معنا الأستاذ أحمد كوجوك وما زال موجود، أستاذ عمرو المنير كان بالوزير السياسات الضريبية، فإحنا مجموعة عمل كانت موجودة بدأت عملية الإصلاح في وزارة في الاقتصاد القومي مع البنك المركزي تحت قيادة المهندس شريف إسماعيل وتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بدأنا إصلاح اقتصادي مؤلم للناس بس أنقذ البلد، لأنه للأسف الظروف كانت كتيرة ضدنا وظروف المنطقة بالفوضى اللي هي فيها، ظروفنا جوه البلد بنقص العملة وبالأمور الأخرى زي بالظبط كده، قطاعات كاملة في الدولة ما بقتش تتحرك، اتضربت، قطاع السياحة، الانتاج، الخلافه، كل ده تأثر سلبا على البلد. فيعني وصلنا لمرحلة ما نقدرش نسيب البلد، لازم نتحمل المسؤولية ولازم ان احنا نساعد الاقتصاد ان هو يتحرك، لانك انت وصلت لظواهر كانت مؤلمة. لما تيجي تبص تلاقي طالع للناس تقول لهم في نقص في الأدوية، بدأت المنتجات في المجمعات الاستهلاكية وفي السوبر ماركتس وكده تقل، بدأنا نشوف السكر يختفي، كان فاضل انه نلاقي القمح يبدا يقل في البلد، المواد البتروليه تقل في البلد. ما كناش نقدر، تحديات صعبه، ما كناش نقدر نصبر اكتر من كده او نسيب البلد اكتر من كده. برضو انه تعيش فتره انك انت بتمول كل الصرف بالسلف، يعني بعض الناس كانوا بيسالوا بيقولوا ايه، طيب الاصلاحات دي يعني ودتنا لظروف صعبه جدا، زودت معدلات الفقر، خلت الناس تعاني، بس أنا إجابتي اليوم يعني للأسف وخلينا نعترف كنا هنروح للمشوار ده وهنروح للوضع ده وأسوأ وأسوأ، بس كنا هنروح وإحنا في حالة فوضى وعدم إصلاح. إحنا رحنا مع إصلاح يمكننا بأن نصلح تاني ونخلق ظروف أفضل للناس، بحيث ان انا يبقى عندي موارد عملة صعبة وموارد في الموازنة العامة للدولة. كان هو ده التوقيت الافضل مع الوزير؟ نعم، كان ده التوقيت الافضل. ما هو التوقيت اتحكم عليك، مش انت اخترته، انت لقيت كل الظروف بتتكلب عليك وبتتحالف ضدك، فما فيش بقى غير انك انت تاخد الامور في ايدك انت، وانت اللي تتحمل المسؤولية وتقود، لانك هتقعد تتفرج مع الناس اللي هي بتنتقدك النهاردة تقولك الله، طب لما انت شايف الدنيا كده ما اتحركتش ليه وما صلحتش ليه وما انقذتش البلد ليه. دلوقتي بينتقدوك وبيقولوا لك ايه، لا الالام والصعوبة والاسعار عالية والبتاع. انا بقول انه ممكن التاريخ يذكر انه رئيس عبد الفتاح السيسي يعني جاء على حساب شعبيته في مقابل انه ينقذ البلد. هو اعلن ده اكتر من مرة. يعني انا عاوز اقول لحضرتك احنا برضو نتذكر كويس جدا الله يرحمه الدكتور عاطف صدقي. الدكتور عاطف صدقي جه رئيس وزارة وكان المجتمع كله ضده، وكان يعني الكاريكاتير صبح وبالليل وبالنهار عليه، وكان كما هي العادة النكت والمش عارف ايه، وبعد كده قلنا ده اعظم رئيس وزراء شهدته مصر،
تحمل اللي تحمله وقاد يعني قاد حكومة عملت إصلاحات أمنت البلد، وبعد كده تلاقينا الدنيا مشيت أفضل، فحسينا ساعتها قد إيه الراجل ده تحمل في سبيل إن هو يأمن. فيعني عادي اللي هو في وسط المعركة ما بيبصش الجنود بتوعه مبسوطين بيه ولا لا، هو بيبص ان هو في وسط حرب وفي وسط معركة وفي وسط ظروف صعبة عليه انه يقود للإنقاذ، عليه انه يقود انه تحقيق الهدف. فانا اعتقد انت بتدير في كده، بتدير في ممكن انا كمواطن بتألم علشان الاسعار عليت، عشان انا دخلي ما زادش بنفس زيادات الاسعار، علشان انا المترو زاد عليا، علشان انا الميكروباص زاد عليا، عشان انا سعر الكهرباء زاد عليا، بس هو مش مدرك انه كان من الممكن ان يصبح الصبح يتقال والله ما قدرناش نجيب القمح عشان ما فيش عمله صعبه. كلام حضرتك سياده الوزير بايش. بيقول للمشاهد انه الحكومه عارفه عبء الناس وعارفه مشاكل الناس. ايوه ما احنا مواطنين زي بقيه المواطنين، مش عايشين في معزل عن ما يحدث يعني. احنا مواطنين زي بقيه المواطنين وعارفين، ما احنا لينا اهالينا ولينا اخواتنا ولينا ده، وعارفين وحاسين ومدركين تماما. بس تاني ما هو الطبيب اللي جاي له المريض ما هو مش حاسس ان هو بيتألم، ما هو شايفه بيتألم بس هو عارف ان هو لازم يعالجه ولازم يعني شويه يعني يغض سمعه عن الألم عشان يقدر يعالجه، لانه هو لو تأثر بان هو متألم وقرر ان هو بتاع مش هيعالجه، هيسيبه بقى لما يحتضر ويموت. فانا معلش انا بتكلم برضو بتاع، بس هو الحقيقه كده. هو كويس حضرتك الحقيقه كده، الانسان البسيط الحقيقه في انه احنا كان لازم لازم يعني هذا التدخل القوي. عارف حياتك انا بقولها كده، بقولها احنا كنا بنبعت نشتري القمح وبعدين بعد 6 شهور نحول الفلوس او 7 اشهر كمان احيانا، تحولنا الى انه الراجل ما بيرضاش ولا الشركه ما بترضاش ولا المورد ما بيرضاش يحرك لنا مركب القمح الا لما نبعت الفلوس. عارف ليه؟ لانه خايف ان مصر مش هتقدر تسدد. فهل معقوله نستمر واحنا؟ هل معقوله يصبح الناس تروح الصبح محطات البنزين والسولر ما تلاقيش؟ هل معقوله نرجع تاني المصريين اللي معاهم عربيات يباتوا عند محطة البنزين عشان يحجز مكانه عشان ياخد بتاع؟ ما تقدرش يعني. هو ممكن يتعامل مع السعر العالي لكن مش هيقدر يتعامل مع عدم وجود السعر. عدم وجود، نعم صحيح. طيب في ظل كل المشاكل دي وبنتكلم عن أكبر ميزانية في تاريخ مصر، اتكلمنا عن الميزانية دي. بص هو الميزانية فيها جزئين، جزء إيراداتك وجزء مصروفاتك. مصروفاتك بتزيد يعني عشان نقرب للناس، السنة دي اللي هي بدأت 1/7 ده متوقع 989 مليار جنيه إيرادات، ولكن على الجانب الآخر متوقع 1412 مليار مصروفات. هي أكبر ميزانية لأنه مصروفاتك عمالة بتزيد وده الوضع الطبيعي. إنما السؤال اللي بيتسأل هل هو ده المصروف اللي يعني يرضي المصريين؟ الإجابة لا. اللي يرضي المصريين أكتر من كده بكتير، علشان الناس تبقى مبسوطة كمرتبات كخدمات كفرص عمل وبتاع. إنما هنعمل إيه؟ إحنا قعدنا فترة بنصرف و60% من اللي بنصرف منه ده سلفينه. فالنهاردة بقت برغم إن إيراداتنا الحمد لله بتتحسن، بس جزء كبير منها جه معاد بقى إن أنا أسدد الدين اللي تستلف، واخد بالك حياتك، لفترات طويله. فوائد القروض والديون. فوائد القروض والديون، فوائد، عشان نكون صراحة والمصريين يبقوا عارفين، 989 مليار جنيه ايرادات فيهم 817 مليار جنيه فوائد واقساط ديون. 817 مليار جنيه هندفعهم فوائد واقساط، يعني كل ايرادات دوله مصر، جمهوريه مصر العربيه في العام المالي 18 19 هم 989 مليار جنيه، وممكن جزء ما يجيش منهم، بس مطالب بانك حتميا تدفع منهم 817 مليار جنيه فوائد واقساط، لانك قعدت سنوات طويله يا فندم. ده اللي فاضل الباقي جزء بسيط، واخد بالك. طب ازاي احسن الصحه وازاي احسن التعليم؟ ازاي انا عندي يعني الدوله عندها فاتوره مرتبات للعام المالي 18 19 270 مليار جنيه، عندها 100 مليار جنيه اتصرفهم استثمارات عشان تعمل مدرسه وتعمل طريق وتسفل الطريق وتوصل ميه وتوصل بنيه تحتيه خلاص، وعندها
الباب الثاني اللي هو المستلزمات السلعيه والخدميه اللي هو بيشغل دولاب العمل في الوزارات والمحافظات وكده 60 مليار، وعندها 541 مليار جنيه فوائد، وعندها دعم 332 مليار جنيه. طب يعني ما هو ربنا يعرفه بالعقل. صحيح. فعشان كده هو الإصلاح مؤلم على قد حجم المشكلة، لأنه إحنا في فترات طويلة إيراداتنا قد كده وعاوزين نصرف قد كده. طب ما هو كنا يعني هتصرف منين؟ يعني لما تكون مثلا عاوز تصرف 1000 جنيه وانت كل ايرادك كل دخلك 700 جنيه مثلا، 400 جنيه ربع، يا ريته 700، يا ريته 700. انما انت لما يكون دخلك 1000، سوري دخلك 400 وعاوز تصرف 1000 وبتصرف ال 1000 وبتجيب 600 سلف، فجي للاسف الشديد جه الميعاد اللي تدفع الثمن، تسد فيه السلف، تسدد فيه ولازم السلف. تسد علشان ولازم تسدد. صحيح. فهو ذنب، يعني عاوز اقول ايه، يعني للأسف الشديد، للأسف الشديد يعني الجيل الحالي من الشعب المصري بيدفع ثمن، بيدفع ثمن إنه هو ما حصلش إصلاح قبل كده، تأخر الإصلاح، تأخر الإصلاح. لأنه لو كنا صلحنا من زمان، يعني عاوز أقول لحضرتك على حاجة عشان أقربها للمواطن. النهاردة هو بيشتكي إن سعر لتر البنزين ولا السولار بستة جنيه خمسة وسبعين. واحد بيسأل سؤال وكان سؤال وجيه جدا، يقول الله، طب ما قبل كده يا جماعة كان سعر برميل البترول 100 دولار، ما الاسعار كانت ثابته. ايوه صح، ما غير. عارف ليه؟ لان خدت اللي كان مفروض اصرفه على المدارس، اجيب مدارس، اعمل مدارس اكتر، واحسن احوال المعلمين واحسن ظروف التعليم، ما عملتوش. سبت ولادك لما يقعدوا في فصل فيه 100 لان ما عملتش المدارس. سبت المدرسين لما اوضاع الماليه بتاعتهم بقت صعبه، فكانت النتيجه ان ساب المدرسه وراح يعمل دروس خصوصيه، واخبارتها لاني حطيت الفلوس بتاعه البلد حطيتها في تنكات العربيات علشان ما حركلكش السعر، علشان السعر ما يتحرك. ومين اللي استفاد؟ هو برضه مين اللي استفاد؟ هل اللي استفاد المواطن اللي كان محتاج سكن اجتماعي فما لقاهوش فراح عاش في المقابر؟ لا، اللي استفاد اللي عنده عربيه واثنين وثلاثه. بس وجهه النظر الثانيه سياده الوزير، يعني احنا بننقل راي الناس في الشارع انه البنزين لما بيزيد سعره او الجاز لما بيزيد سعره، ففي النهايه كل ما ينقل داخل السيارات الاجره بيزيد سعرها. ده وضع طبيعي جدا، فالكل في النهايه بيتعامل وضع طبيعي جدا. وكان المفروض ان انا العداله انه اللي هو بياخد البنزين يعني يدفع سعره، ولما الاثر بتاع الزياده، والاثر بتاع الزياده بيجي من السولر مش من البنزين، لما ده يزيد